أرجع مرة تانية نتواصل معكم ومع كل الناس اللي بتتابعنا داخل وخارج ربوع الوطن الحبيب. فقرتنا الثانية فقرة طوعية إنسانية اجتماعية. في العادة نحن لما نتخرج من المدارس أو نطلع من المدرسة أنه كان في خلاف بينه وبين الضيوف في مسألة إنه زول بيطلع من المدرسة هل يعتبر خريج أم يعتبر طالب كان في المدرسة. كثير من الناس بتنسى المدرسة بتنسى يعني حتى الأصدقاء، لكن في بعض الناس قد تكون أوفياء للمدارس وبالتالي بتكون موجودة، وبالعكس في بعض الناس بيكون عندهم إسهام داخل المدرسة أو إسهام اجتماعي آخر ممكن يخدم المجتمع. أنا معي شباب ظريفين جدا جدا، واحدة من الشابات اللي مساهمين يعني في المبادرة دي خلينا نقول قد نكون احنا تابعنا، انا ما عرفت احد تذكره ولا ما حد تذكره. عموما هي كانت زوله لطيفه بتقدم برنامج قطار الزهور، تعتبر زميله يعني بالنسبه لي في الوقت ذاك. فانا بحيي علا بقول لك كل سنه وانت طيبه، منورانا الليله في مساء جديد. وانت طيب يا صديق، سنه سعيده عليك يا رب وعلى كل المشاهدين. يديك الصحه والعافيه. برضه معانا عمر صلاح الهادي رئيس الرابطه، كل سنه وانت طيب. وانت طيب ان شاء الله، وكل ربع الوطن الحبيب طيب ان شاء الله، وينعاد علينا بالف صحه وعافيه. منورين. طبعا المبادره بتاعتهم بيقدموا فيها مجموعه من الخدمات الانسانيه بدايه بالايام العلاجيه وبرامج اشتغلوا في مجال الابار، يعني قدموا اسهامات كبيره جدا للمجتمع، فنحن بنحييهم على الحي ونتمنى انهم هم يكونوا حافز ومشجع لكل الناس اللي بتتابعنا اللي نسوا المدرسة. نحن دايما نذكركم بالمدارس مرة تانية ونساهم فيها بشكل أكبر. أنا هبدأ مباشرة مع عمر ونتكلم شوية عن الفكرة، فكرة المبادرة هي شنو أو الرابطة. بداية بقول مع بداية البرنامج أوصل السلام لكل زملائي وأخواني معاي في الرابطة. جبرتنا البلاد لأنه مشوا للدول المهجر، فالتحية وبقول السلام عليكم للفقراء، والسلام عليكم للضعفاء والمساكين، السلام عليكم للشرفاء من بلادي، السلام عليكم لأطباء البلد حماة الوطن، السلام عليكم لكل من لإدارة قارة الدين الأزرق وليك أنت أستاذ صديق. شكرا. فكل الشكر ليكم على الاستضافة، ونتمنى أنه نكون ضيوف خفاف نوصل الحاجة المفروض أنه تصل عن طريقنا بأفضل صورة. فالعلا بدأت في سنة 2010، كانت البداية بأبسط ما يكون. الهدف منها كان حلقة وصل بين الشباب درسوا في المدرسة وطلعوا منها بينهم وبين الأساتذة، فأفضل حاجة إنه تجمع بين الناس فهي الأعمال الخيرية، فمهما كانت صغيرة فبتنمو بتنمو بتنمو الى ان وصلت الحته الفيها الليله، وان شاء الله يعني تواصل لاسمى الغايات المفروض انها تصل لها. خدميه طوعيه، ما فيها فائده او عائد مادي لاشخاص، كل فكره انه العائد الحقيقي هو للمجتمع للضعفاء. فمن هنا جاءت الفكرة يعني، وعليها كانت النشأة، وتأسست في 6/8/2010، فمواصلين لحد يوم الليلة، وإن شاء الله حنكون مواصلين حيجي جيل مسك ورا جيل، ما حتقيف إن شاء الله. لا ان شاء الله ربنا يوفقكم ونشوف الرابطه يعني تسع وكل الناس يعني تمشي على دربكم وعلى نهجكم يعني. طيب نمشي لعلا ونتكلم شويه عن المشروعات اللي انتم بتقوموا فعليا بتنفيذها شنو. طيب احنا من اكبر البرامج اللي بنقومها في الرابطه هو اليوم العلاجي. فكره اليوم العلاجي انه بيجي المريض بيقابل الدكتور بيوريه عنده شنو ويصرف له الادويه، واذا محتاج يعمل حاليل بيعمله، كل ده بكون مجاني.
192 مريض، وحاليا اخر علاج اتعالجوا فوق 2000 مريض. يا سلام. واحده كمان من البرامج اللي بنقوم بها برنامج الابار، حافرنا عدد من القبور في عده مناطق من الخرطوم، ويعني عاديه الناس اللي كانت بتستفيد من كل جروب بيجمع التبرعات برا، وبيحدد البرامج اللي حيقوم بها برا وبينفذها برا، بتكون في شكل منافسة. منا الغرض انه اعضاء الرابطة الاعضاء الجدد يدخلوا معانا في جو الرابطة والشغل وكده، ومنا الناس تتنافس. ثلاثة برامج بتقوم بها الرابطة. انكم يعني تعملوا، طيب قلتوا كلام احنا عايزين برضه نقول كلامه مشاريع، ونرجع نتواصل معكم من جديد. خليكم معنا. شباب يبسطوا يعني العادية انه الناس تقدم مساعدة، بيجي شيء طبيعي جدا انه الناس تساعد، وده جزء من شيمنا وعاداتنا السودانية اللي ما حتختلف معانا زول فيها. لكن بس في نقطة واحدة بفتكر انه دي المفترض الناس تكون موجودة
يعني في مكان مؤسس معروف، إذا كان مدرسة أو جامعة أو كان بيت أيا كان، كون أنه يكون في مكان مخصص للعمل الطوعي في إدارات تكلم أنه المشروع ممكن يمشي. واحدة من المشاكل نحن بنحنا في مشكلة يعني أو في عمل الخير العمل الطوعي بشكل عام الاستمرارية، الناس بتبدأ بطاقة الأداء ينخفض لحد ما المبادرات والأفكار بتنتهي. الشباب دين نموذج لفكرة ابتدت ب 92 شخص مريض، الآن هم بيتكلم عن 2000، بيتكلم عن تجربة الآن. الفكرة أول المشروع إنه الناس يتزوجات وبيقعد، يعني إنه المشروع ده مشروع ممتد ما حيقف عليهم هم، ربنا يديهم الصحة والعافية. فأنا فخور جدا إنه يكون معي شباب زي دين، وأتمنى من كل الناس اللي بتابعونا الآن ارجعوا لمدارسهم وشوفوا الحاصل شنو، لأنه ده التغيير الحقيقي اللي ممكن يكون في بلد. ديكم كلام حلو كده لكن تستاهلوا. أرجع مرة ثانية لعمر، المجهود ده مجهود ما سهل، يعني كونوا إنكم أنتوا تهتموا بالطالب يدخل بعد كده لحد ما يمشي الجامعة، الحاجة دي ما سهلة. بخليني أسأل أنتوا كيف بتخططوا للحياة دي؟ والله من الأفكار اللي كانت قامت بها الرابطة من يكون في عدد من البرامج تكون داخل الإطار المدرسي، اللي هي دي خلالها بنقدر نستقطب بها الطلبة اللي حيطلعوا من المدرسة على إنه يجونا في الرابطة ويواصلوا معانا، وبكون الجيل الأول القاعد لما نيجي الجيل الأخير هو بينسحب بيمسك الجيل اللي بعده، لأنه في حنية كده للمدرسة عموما. أيوة. يعني فمنا مناشط أكاديمية، مناشط رياضية، مناشط اجتماعية زي تكريم المتفوقين مثلا، بيكون في مسابقات أكاديمية بين المدارس، المجموعة بتاعت الثلاثة مدارس، بيكون في تكريم دوري للمتفوقين في الامتحانات الشهرية بحيث انه جانب من التحفيز داخل المدرسة. فده دور الرابطة داخل المدرسة. ممتاز. فبيجي دورها الخارجي اللي هو الفكرة بتاعته مساعدة المحتاجين. فبمساعدة المحتاجين بتندرج أعمال كثيرة، نشاطات كثيرة ممكن الزول يقوم بها. والمشاريع بتكون كثيرة ومختلفة. طيب نرجع لعلا مرة تانية ونتكلم عن طريقة الانضمام للرابطة دي والمساهمة ذاتها ممكن تكون كيف؟ طيب أي طالب درس في مدارس المعالي أو النية أو دي بيحددها المكتب التنفيذي. بالنسبة للدعم، أنا عايز أتكلم عن الدعم المعنوي قبل الدعم المادي. طيب إحنا الداعمين لنا يعني بصورة جميلة جدا أساتذتنا في كل برنامج، هم بيكونوا حضور معانا، هم اعتبارهم جزء من الرابطة، ما قاعدين يقصروا في أي حاجة. إحنا قبل ما ندخل الاستوديو أستاذ مزمل اتصل علينا، يعني دعمهم دايما ملازمنا في كل خطوة. بالنسبة للدعم المادي إحنا بنعتمد على الأساتذة، على طلاب المدرسة، وعلى فاعلين خير من برا المدرسة، وعلى أستاذ صلاح مدير المدرسة في نفسه. في برامج كثيرة إحنا بننزل طوالي، ممكن فاعل خير يتكفل في بالبرنامج ككل. نعم. فدائما الشباب ديل أنا لما دخلت الرابطة وهم كانوا سابقين بيقولوا الرابطة ما حصل دخلت في تحدي قبل 12 سنة ولا كم؟ ولا 11 سنة؟ صديق. فبيقولوا الرابطة ما حصل دخلت طيب في تحدي وفشلت فيه. إحنا أي برنامج بنجي بنقعد بنقول تكلفته كده، الناس بتتخلع من التكلفة بتاعت البرنامج. أيوة. لكن بنلقى في ظرف كم يوم التكلفة تمت وإنه إحنا بدينا نشتغل البرنامج. الآن أنتوا شغالين شو؟ إحنا هننزل الرقم بعد شوية للناس لو حاب الحالة شنو محتاجين إنكم تلقوا يعني ناس تدعمكم وتقف معاكم. أنا بعتقد إنه أكبر برنامج ممكن تكون ساعة رابطة خريجين معالي والنيل والعلا لتنفيذه منذ النشأة ليوم الليلة. فالشباب حاليا ساعين في بناء مسجد بكامل ملحقاته، بتكون من في منطقة مبدة 31. فالشباب بدوا في التنفيذ أو بدوا في التأسيس للخطة بتاعت
تكوين المشروع بتاع الجامع في رمضان. نعم الرقم الآن ظاهر لو في حيصر بعد شوية. أي شخص حاب يدعمكم في مشروع المسجد لأنه ده مشروع كبير جدا، وزي ما ذكر لنا عمر هم من بداية الرابط عايزين ينفذوا مشروع مسجد. أرجع مرة تانية لعلا وأشوف الأحلام والأمنيات، أنتوا دايرين تعملوا شنو يعني؟ توصلوا لشنو المشروع اللي أنتوا شغالين فيه ده؟ بالنسبة لمشروع المسجد طبعا في مناطق كثيرة بيكون فيها ما فيها مساجد، ويعني صوت الأذان إحساسه بقى جنب البيت بيكون طعمه تاني، التراويح كده. فده واحد من هدفنا، إنه إحنا ساعيين إنه أي منطقة يكون ما فيها مسجد أو فيها مسجد محتاج صيانة أو كده. كثير من المساجد كانت مبنية إحنا تمينا الصيانة حقتها وملحقات المسجد من كهرباء لغيره كده. رؤية الرابطة ككل إنه إحنا عايزين نساعد الأسر المتعففة محتاج، ده أهم هدف بالنسبة لنا يعني، ده التوب، إنه عايزين نساعد أي أسرة محتاجة، أي زول متعفف ما قادر يشتغل بنوفر له الحاجات اللي ممكن يبدأ بها مشروع يقدر يوفر بها مصدر دخل لنفسه. نعم طيب إذا يعني في زول بتابعنا الآن هو ما من المدارس اللي إحنا ذكرناها دي، هو متابع وحابب إنه يشارك معاكم ينضم فعليا بيده، كيف ممكن نتواصل معه ويلقاكم وين؟ قبل شوية قلت رقم التلفونات ظهرت في الشاشة. عندنا الصفحة بتاعت رابطة خريجين معالي والنيل والعلا في الفيسبوك، بتنزل فيها الأنشطة والبرامج الكبيرة كلها، أي برنامج الرابطة ساعية في إنه تنفذه أو بدأت جمع تبرعات لتنفيذه أو كده، فبنزل الإعلان له في الصفحة. التواجد بتاعنا في أي من الثلاث مدارس، مدرسة المعالي ثانوية أو مدرسة النيل ثانوية أو مدرسة العلا ثانوية، فالثلاثة في محيط الامتداد، العشرة، ففي الثلاثة مدارس نحن متواجدين في أي زمن أي برنامج نحن ساعين للترتيبات له وبتنزل له الإعلان، وفي أي برنامج نفذناه في فاعلين خير كتار جدا قاعدين يقفوا معاكم دارين يتأكدوا من التبرع على الهند في عودة، فوقفوا في البرنامج لحد ما وصلوا للحتة اللي هم كانوا دايرينها يعني. عمر في مسألة التوثيق هي حاجة مهمة جدا إن الناس توثق. نعم. كل حاجات. أنا شاكر لك جدا عمر صراحة لهذا الرئيس الرابطة، وشكرا لعلا محمد محجوب لحضورك اليوم معنا عبر المساء الجديد. لو في كلمة أخيرة حابة تقول إيش؟ عايزة أقول لأي زول إنه عمل الخير مهم شديد في حياتك، ما بس إنه يعني إحنا كرابطة خريج المعالي ومحتس كان دايما يقول لنا عمل الخير اللي أنت بتقدمه ده أنت محتاج له أكتر من الزول اللي بتقدم له المساعدة دي، فما أتقنت معنى الكلام ده إلا بعد كنت جزء من رابطة خريج المعالي والنيل والعلا، فمهم شديد إنه أي زول يكون جزء من عمل الخير ده. شكرا جزيلا لك علا، شكرا عمر، شكرا كمان لكل الناس اللي بتتابعنا، ولسه نحن بنتواصل معكم. فاصل غنائي مش كده، نتابع ونرجع لكم معنا.
كلها.